في الموضوع، كل واحد بيمثل نفسه. طب بحط الموس ليه؟ الكلمة دي عجبتني أنا. عشان شعرك هو بيقول تبقي زي القمر. يا خديالي. طيب يا محمد، شنو هذا؟ طيب يا محمد، شنو هذا؟ وبعدين قوم نظف. قوم يا محمد نظف. انت بتهدفيني بالمناديل كده تيجي في بطني؟ تيجي في بطني؟ انت عارفه هضربك ايه المره الجايه؟ اوكي. ابقى انا عيل صغير لو ما خليتكيش يجيلك اغماء. في خطه شريره في دماغي، سوف ادمرك تدميرا. يا لك من فتاه حمقاء. بصي انا في امي بترمي تقعد تتمرن وقع ما جابتوش. طب هاتيه من الارض، حرام. رمت الاوريو في الارض. فين الدليجين؟ طهرة تعالي اقعدي اقعدي اقعدي، عايزك في موضوع. لا والله والله. بصي انا بقول لك انا مش هرش عليك دلوقتي، اقعدي. يلا. مش عارفه كلمتي واحده. اوكي ازاي قعدتي من غير ما اسمح لك انك تقعدي؟ انت اللي قلت لي. ما قلت لك يا طهرة اقعدي بس ما اديتلكيش الاذن لسه، يعني لسه كنت هدي الاذن. اتفضلي اقفي، اتفضلي اقفي. طب انا مش فاهمه، يعني اللي لسه ما اتكلمش في التليفون مش هيتكلم؟ لا مش هيتكلم. يلا مش هيتكلم. قومي اقفي. مش عايز تقفي؟ شيلي المخده وتفضلي اقعدي. شايفة الذوق والبروتوكول؟ أنا شاب ذوق. أنت مقرف، إزاي مستحمل تقعد؟ يعني رانيا نومي إيه؟ ما هي مش هتقدر إنها تشيل أي حاجة. بس أنت ليه؟ أنا إيه إيه؟ أنا إيه اللي ليه؟ ليه إيه؟ أنت ليه ما قمتش تشيل يعني؟ عشان أنا لما باكل حاجة بشيلها، مش معفن زي خروف كده بياكل ويسيب الحاجة. حصان. ايه؟ وحصان. الله يمسيك بالخير يا هيسوما يا حبيبي. يا بدرية بجد والله، والله العظيم عايزك في موضوع بجد. شو قصه ايه؟ كل العالم ماجيين. اقعد؟ شيل المخدة واقعدي. انا عايزة اقعد فوق المخدة. شيل المخدة واقعدي. رانيو؟ عايزة اقعد فوق المخدة. شو باكل ايه؟ شو باكل ايه؟ مخدة زنبقى. عايزة بدلات. شوية اقعدي. يا. يا. ده بتعمل. اسمع ورامي. اعملوا بوب كورن و... اوكي. لا تحت تحت. لما اسمح لك باذنك تتكلمي. شكري بي. اوكي انا ما سمحتلكيش. صح ولا غلط؟ صح. اوكي. لا ام في ام ايه؟ كلينكس. انا سمحتلك تتكلمي. عايزه كلينكس. مفيش ادنى تقدير للمسؤوليه تماما تماما. انت على محور الخطر، على المحور الاستراتيجي لقناه الاستفزاز العالميه، وسوف احطمك تحطيما لانك فتاه متلعثمه وتتلعثمين بكلمات غير لائقه في ظل ظروف غير سامحه، وسوف اضغطك ضغطا حتى تستغيثي. انا عايزه العب اللعبه اللي هي ايه دي، فاكرها؟ اقعدي. انا سمحتك تقومي. اوكي لما تيجي لي احسن معاك. واحد من كتر الملل بيعمل حاجات غريبه. محمد ايه ساكن دلوقتي؟ يا
خبر ابيض. قولي الساعه كام تاني كده؟ حاسس بخطه شريره.